والآن مع كلمة الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر. صباح الخير معالي الأستاذ الدكتور طارق شوقي، معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيري التربية والتعليم ووزير الصحة والسكان، الأستاذ الفنان أحمد أمين، زميلي الأستاذ جيرومي هوفكنز، الإعلاميين من النساء والرجال والشباب والمخضرمين، يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم بمعية أصحاب المعالي ومعية الحضور الكريم مع الحفظ والألقاب والمقامات وخاصة القياديين في وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان، إن نكون معاكم اليوم لإعلان 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، ولكن أكثر بإعلان وتدشين سياسة واضحة لجمهورية مصر العربية بقيادة ورؤية واضحة، ونثمن جهود الدولة المصرية على جميع المستويات في مجال الصحة والمتمثلة بوزارة الصحة والسكان والوزارات المعنية، جميع المؤسسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني ضمن منظومة الأمن والعمل الصحي في مواجهة الجائحة منذ فبراير 2020، المبني على الدراسات والبراهين والحفاظ على منظومة الصحة. زميلي سيد جيرومي ذكر عن نجاح جمهورية مصر العربية في الحد من الانتشار الجائحة والحفاظ على المنظومة الصحية، وكذلك ذكر التأثير على المنظومة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن من هذا المنصة أريد أن أشير أن هناك نجاحات كثيرة حصلت ولا نذكرها، إن شاء الله يكون يد بيد مع منظمة الصندوق المتحدة للسكان وشركائنا في التنمية منظمة الصحة العالمية جميعا نعمل يد بيد لإنجاح جميع مكون التنموي بجمهورية مصر العربية. بهذه العجالة أريد كذلك أن أشيد بالقطاع الصحي وخاصة العاملين الصحيين الذين أعطوا جهدهم وأعطوا من كل طاقاتهم على جميع المستويات بما فيها بجمهورية مصر العربية من تضحيات جمة لحماية الشعب المصري من جميع الأعمار من دون التمييز بين الأعمار، بين النوع، بين الحياة الاجتماعية، وهم كانوا قائمين على التصدي لجائحة الكوفيد، ولليوم نشوف الحمد لله في انحسار. ونوجه رسالتنا للمعلاميين لكم الدور الأخلاقي والدور الكبير في توصيل الرسائل الصحية الصحيحة، إن الصحة والتربية والتعليم ركائز أساسية لتنمية المجتمع، لا يمكن نهوض أي مجتمع اقتصاديا أو تنمويا أو اجتماعيا دون التربية والتعليم والصحة. كمنظمة الصحة العالمية بوصفنا السلطة الدولية المعنية بالصحة العمومية، نتولى قيادة الجهود الرامية العالمية إلى منع سريان الأمراض، وخاصة في هذه الأيام الجائحة الحالية لكوفيد 19. وبدورنا نسدي المشورة للحكومات بشأن اللوائح القائمة على الصحة، وحسب دستور المنظمة الصحة العالمية، وهذا الدستور دستور الحكومات، وأنا أريد أن أشير وأكرر معالي وزيرة الصحة بجمهورية مصر العربية دكتورة هالة زايد، ذكرت أكثر من مرة تعمل قولاً وفعلاً في تطبيق الدستور المنظمة، لأن الدستور للمنظمة. فإذاً ضمن هاي نتكلم عن صحة الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمني، وتعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول، وأنا أضيف للإعلاميين الأفرادي والأسري والمجتمعة والمؤسسات والدول. وسعيدة جداً أن في فنان بحضورنا بما فيهم الإعلاميين. اليوم كوفيد 19 أثر سلباً على العملية التعليمية والتنموية،
بجميع دولنا تقريبا. نحن نعلم اليوم 1.6 بليون شخص يحصل على التعليم في أكثر من 190 دولة حرموا منها، ولكن ضرورة الاستدامة التربية والتعليم من أي مكان كان، المنزل، المدرسة، المحلات، النوادي، الاجتماعية، بنطاق وبعين وبأخذ الاعتبارات كيف نحمي خاصة الأطفال دون سن 18، كيف نحميهم؟ نحن اليوم كمنظمة الصحة العالمية وكصندوق العالمي للطفولة للأمم المتحدة نهنئ وزيري التربية والتعليم ووزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بمبادرتهم كلجنة مشتركة، وزارة الإعلام، وزارة التضامن الاجتماعي بمبادرة مشتركة، والطلب مننا أن نكون جزء، نعطي دعم تقني وفني واحتمال موارد، ولكن دعم تقني وفني بإعداد رسائل للمدارس. اليوم نتكلم كمنظمة الصحة العالمية للإعلاميين، نوصي بضرورة استمرار العملية التعليمية، نوصي بضرورة الاستمرار الإعلاميين يعرفون ليش أكرر العملية التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار اعتبار سلامة وصحة الطلاب والمدرسين والأبهات والأمهات والأسر وجميع القائمين سلامتهم. ونود كذلك من هذه المنصة أن أشير إلى نجاح جمهورية مصر العربية في إدخال التعلم عن بعد قبل كثير من الدول، واليوم نستفيد من هاي الرؤية الواضحة التي كانت من 2014 بقيادة معالي وزير التربية والتعليم. رسالتي مسؤوليتنا مشتركة، وذكرت الدستور الديباج للمنظمة، أن جميعا كيف ننفذ السياسات والاستراتيجيات والقواعد الذهبية إلى آلية وترجمة فعلية. جميعا، من نقصد جميعا؟ أفراد، مؤسسات، معالي الوزيرة دائما تقول أن هناك شراكات، المجتمع المدني، المؤسسات الخاصة، القطاع الخاص، جميعا في كيفية توصيل الرسائل الصحية وتثقيف أطفالنا في تغيير سلوكياتهم والممارسات الصحية، الأماني للصحة، النظافة هاي في أصولنا في موروثاتنا الدينية، وكيفية سلوكياتهم. زميلي الدكتور أستاذ جيرمي ذكر كيفية الحماية النقل العدوى، وأنا ما راح أكررهم، التباعد الجسدي واحدة منهم، ولكن كذلك العمل على إعطاء المجال للطفل أن يتكلم ويعبر عن نفسه، ومجال لتعزيز دوره من حصول على خدمة نفسية. اليوم معاليكي أصحاب المعالي، الأمهات والأبهات رايحين كذلك نثقفهم كيفية التعامل في التدريس للطلبة، خاصة إذا نحاول ندخل الاثنين. اليوم كيف نسأل عن أسئلتهم مخاوفهم؟ التعاون الرسمي بما فيهم الجهات الدينية لتوصيل الرسائل الصحية. نؤكد على أهمية دور الإعلاميين والنشطاء على التواصل الاجتماعي. رجاء عندنا عدم إدراج رسائل التي تخلق الهلع والخوف والفزع وتخلق عدم الإيجابية في حماية الصحة. رسالتنا كذلك كمنظمة الصحة العالمية، نريد أن نساهم ببداية مدارس، ونساهم بضرورة تأهيل المدارس يدا بيد مع منظمتي اليونسكو واليونيسف، يدا بيد، وطبعا في منظمات أخرى، بدعم الحكومة المصرية بقيادة الوزيرتين أن المدارس تكون جاهزة لاستقبال. اليوم لا نغفل دور الشباب. ما أدري معاليك، لازم أنا أسأل كم واحد شاف في هالقاعة، نرفع أيادينا. دور الشباب، أنا دائما أسأل هالسؤال، الشباب في القاعة، لكن لنا دور كبير، لأن بعتبر حالي مثلكم، لكن أنا أصبح شعري، لنا دور كبير في مكافحة هذا الوباء، لنا دور كبير في حماية ضد الأمراض السارية، لنا دور كبير، أنا أقصد الشباب، لكم دور كبير في توصيل الرسائل للحماية من جميع الأمراض، وأنتم عادة تكونون بجامعات، ولكن لكم دور كذلك تكونون مبدعين في المؤسسات الرسمية والأهلية. اليوم نؤكد على ضرورة التغذية السليمة، تعزيز المناعة الأطفال، المياه الآمنة، الغذاء الصحي، الرصد المستمر
الرصد المستمر، مشاركة مجتمعية في الرصد، التباعد الجسدي، مكافحة العدوى والتطهير، التهوية الجيدة. في القاعة لابسين الكمامات، أول ما نطلع نستنشق الهواء الطلق. توافر المستلزمات والواقيات الشخصية، هاي مسؤولية مشتركة. لا أعرف من أحد من القطاع الخاص، ولكن أريد أوصل هالرسالة. القطاع الخاص لهم دور مشترك بدعم القطاع الحكومي. توفير الدعم النفسي والاجتماعي، توفير المرافق والإصحاح البيئي في المدارس، التخطيط المسبق مع المجتمعات المحلية ليكون لهم دور وشراكة في تعزيز التربية والتعليم للأطفال. بهذا الإطار نود أن نجدد التزامنا للدعم المبادرات الرئاسية تحت رعاية فخامة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وخاصة مبادرة 100 مليون صحة. 100 مليون صحة مشاركة لجميع الأعمار من دون التمييز، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ضمن رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الختام أود أن أتقدم بالشكر والتقدير باسم منظمة الصحة العالمية وباسم جميع شركائنا على العمل المتميز من وزارتي الصحة والسكان وجميع الوزارات بما فيهم وزارة التربية والتعليم والشركاء الوطنيين والدوليين، ونؤكد التزامنا واستعدادنا التام لمواصلة العمل سويا على جميع المستويات، وذلك من أجل تعزيز الصحة للجميع وبالجميع يعني معاكم، وتحقيق الأمن الصحي على جميع المستويات. داعين الله عز وجل بدوام الصحة والسلام للجميع على أرض المحروسة أم الدنيا، والتي تخدم جميع الدول العربية كأكبر دولة عربية من عدد السكان. نود نشكر سعادة الوزيرة من هذه المنصة على دورها في الوصول للبنان، للسودان، لجميع الدول العربية التي تحتاج اليوم مساعدة عاجلة لمتضررين بما فيهم الأطفال. معاليكم، شكرا جزيلا. تحياتي.